تقرير جديد يقول إن الصين تستعد للمواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بعد أن قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بإطلاق العنان عسكريا واقتصاديا وسياسيا لتهيئة البلاد لهذا الأمر. يقول التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الصيني أوضح أن هدفه الأسمى هو إعادة الصين إلى ما يعتقد أنه مكانها الصحيح كلاعب عالمي ومنافس للولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماعات المؤتمر العام للحزب الشيوعي الصيني اليوم وغدا، والذي من المقرر أن يمنح شي جين بينغ ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات في السلطة. من المرجح أيضا وفق التقرير أن يضمن ذلك رؤيته السياسية والدفاعية والتي ستشكل استراتيجية الصين للسنوات المقبلة. فماذا تحمل اجتماعات الحزب الشيوعي الصيني من جديد؟ وكيف تنظر واشنطن لأي مواجهة قد تحدث مع بكين؟ منذ صعوده إلى السلطة قبل نحو عقد من الزمان، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ حملات للمساعدة في ضمان صمود بكين في مواجهة الغرب، لا سيما الولايات المتحدة. التحدي الذي تبديه الصين للولايات المتحدة والغرب عموما كشفت عن بعض ملامحه صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير أشار إلى تحركات بكين السياسية والعسكرية والاقتصادية المتصاعدة في هذا الإطار. ويأتي الحديث عن مواجهة صينية غربية محتملة بعد أيام من تأكيد الولايات المتحدة أنها ستعطي الأولوية في استراتيجيتها للأمن القومي للتفوق على الصين التي تعتبرها منافساً عالمياً وحيداً. فعلى الصعيد السياسي، أشار تقرير الصحيفة إلى أن الرئيس الصيني يقترب من الحصول على ولاية ثالثة مدتها 5 سنوات خلال اجتماع الحزب الشيوعي الذي يبدأ الأحد. ومن المرجح أن يضمن وجود شي جين بينغ في السلطة تنفيذ أجندته السياسية والعسكرية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وقد عززها بتعيين مساعدين موثوقين له على كل مستوى من مستويات الحزب الشيوعي الحاكم. في المقابل، فإن الولايات المتحدة شكلت تحالفات مع جيران الصين وهي الهند وأستراليا واليابان المعروف باسم الرباعي في محاولة لكبح تمدد الصين على الصعيد العالمي. والحال كذلك، فإن ملفات خلافية عدة بين واشنطن وبكين لا تزال موجودة وتتصاعد، منها ملف تايوان وقمع أقلية الإيغور في شينجيانغ. مشاهدينا، للنقاش معنا من مدينة باثيسدا بولاية ميريلاند الدكتور إدوارد جوزيف، أستاذ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، ومعنا أيضا من مدينة لانكستر البريطانية الدكتور جينغهان تسونغ، أستاذ الدراسات الصينية والدولية في جامعة لانكستر. مرحبا بكما. دكتور إدوارد جوزيف، أبدأ معك. هذا الاجتماع للحزب الشيوعي الصيني يعني يأتي بعد يومين من نشر استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الذي أشار إلى أن الصين هي التهديد الأول للولايات المتحدة كمنافس أكبر للمرحلة المقبلة. هل تتوقع بأن ما سيخرج به اجتماع الحزب الشيوعي الصيني سيؤكد ما ذهبت إليه الاستراتيجية الأمريكية؟ بالطبع، نتائج المؤتمر الصيني الذي سينتخب الرئيس بينغ هذا يتماشى مع استراتيجية الأمن القومي، وفي نفس الوقت هناك قلق أقل بشأن الصين عما كان عليه الحال قبل فترة من الزمن. في الواقع الصين دولة متراجعة، تتراجع في مكانتها، والرئيس الصيني وضع الأولوية على تقوية مكانته في الحزب الشيوعي وليس على ازدهار البلاد وليس على نفوذ البلاد في المنطقة أو في آسيا أو عالميا. إذن التهديد الصيني
هو واضح، هو قلق واضح ليس فقط للولايات المتحدة وإنما للاتحاد الأوروبي والكثير من الدول بما فيها الصغيرة التي تعرف عن فخ الديون الذي تنصبه الصين. يجب أن نكون واعين بالانحدار الصيني في عهد شي جين بينغ، وهو استلم منصبه عندما كانت الصين تنمو واقتصادها ينمو بنسبة 7.8%، وهذا نمو كبير ورثه قبل عقد من الزمن. في الجزء الأول من هذا العام النمو كان 2.2%، نتيجة لسياسات بينغ الكارثية وسياسة صفر جائحة، والتي أغلقت مدينتين صينيتين تشكلان مركز الصناعة، وأيضا قام بقمع الشركات الخاصة. والصين أيضا تتحمل ديون كبيرة أكثر من قدرتها في مجال البنى التحتية والإسكان، وهذا جزء من القصة. نفس الشيء بالنسبة للسياسة الخارجية، الصين متحالفة مع روسيا، والعالم يرى ما تقدر على صنعه الدول السلطوية، والصين ترفض التصويت لإدانة ضم روسيا للأراضي في أوكرانيا. طيب دكتور إدوارد جوزيف، فقط مداخلة بما قلته بأن الصين متراجعة الآن، كيف يمكن أن نفهم أكثر مفهوم تراجع الصين والحال أن الولايات المتحدة في يعني نشرها للاستراتيجية للأمن القومي تقول بأن الصين على ما هي عليه الآن تعتبر هي التهديد الأول؟ في الواقع هذا سؤال جيد وسهل. نفس الطريقة التي نرى فيها روسيا كقوة متراجعة ولكن خطيرة، نحن نعرف أن دينامية مشابهة تنطبق على الصين. هناك فكرة أن الصين تنمو بطريقة تشبه المعجزة، هذه بدأت تتراجع وخاصة في عهد الرئيس الحالي، ولكنها تهديد. سأجيب على سؤالك، الصين تهديد لأنها قوة عدائية ركزت في عهد الرئيس الحالي مرة أخرى على بسط سلطة الحزب الشيوعي، وأيضا اتخاذ موقف عدائي ونشط في الخارج، وبالتالي ننظر إليها على أنها خصم استراتيجي، ولكن في رأيي أنها تفشل. الدول الجوار مثل كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وحتى الهند هي لها علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، وهي على بينة وتعرف عن تهديد الصين. وهذه نقطة دكتور، اسمح لي أن أذهب إلى لانكستر لبريطانيا لنستمع أيضا لضيفنا من هناك دكتور جينغ هان تسنغ. دكتور تسنغ، بالنسبة لهذا الاجتماع للحزب الشيوعي الصيني، وهناك يعني احتمالية كبيرة للتمديد لولاية الرئيس شي جين بينغ الرئيس الصيني لخمس سنوات أخرى، ما الجديد الذي سيأتي به هذا الاجتماع؟ ما هي الاستراتيجية الجديدة المتوقعة للصين، خصوصا كما تحدثنا قبل قليل وأن الولايات المتحدة تعتبر بأن الصين هي التهديد الأول لها في العالم؟ أعتقد كان هذا هدفا للحزب الشيوعي الصيني، إعادة تحديث الصين. ما رأيناه حتى الآن وما تحدث عنه الدكتور إدوارد هو يتحدث عن تهديد الصين، ومن ناحية أخرى يتحدث عن تراجع في الصين. أرى في هذا تناقض. كان هناك في السابق حديث عن انهيار الصين،
ولكن لا أرى دليل على ذلك. فيما يتعلق بفخ الديون، يبدو لي أن هذه حملة إعلامية. هناك افتقار لفهم كيف تعمل الصين، وكما أرى هناك انخراط في حملة التضليل. طيب دكتور تسينغ، بالنسبة لما يريده الرئيس شي جين بينغ بإعادة، كما يقول تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، إعادة الصين لمكانها الصحيح كلاعب عالمي ومنافس للولايات المتحدة، هل هو هذا الهدف؟ يعني أين يمكن أن نصنف الصين من وجهة نظر الصينيين أنفسهم اليوم؟ أعتقد أن هذا هدف كانت تطمح إليه الصين، ليس فقط الآن في عهد الرئيس الحالي. كل شيء كان هناك مناقشات بشأن كيف نجعل الصين عظيمة من جديد. كان هناك الحزب الوطني وأحزاب أخرى قدمت حلولا مختلفة، وبالتالي هذا ليس بشيء جديد على الصين. يحدث في ظل الحزب الشيوعي أو مؤتمر الشعب. الشعب الصيني كان دائما يعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق، وأن هذا سيحسن من مستوى معيشتهم. طيب دكتور تسينغ، نعم أعتذر للمقاطعة لأنه الوقت ضيق جدا، بقيت لدي أقل من دقيقة. دكتور إدوارد، لو سمحت سريعا، اليوم الصين بالنسبة للولايات المتحدة كمنافس دولي موجود على الساحة الدولية، هل تحتمل، هل تتوقع بأن يتحول هذا المنافس إلى عدو؟ هذا يعتمد على أفعال الصين. الولايات المتحدة لا ترغب في مواجهة عسكرية مع الصين، ولكن نعرف أن الصين لديها نوايا عدوانية تجاه تايوان، والرئيس بايدن أشار إلى أنه رغم سياسة الصين الواحدة إلا أن أمريكا ستأتي للدفاع عن تايوان. كما سيدعم الحلفاء الأوروبيون الولايات المتحدة في ذلك. بالتأكيد هناك دول مثل مونتينيغرو لا يعجبها فخ الديون الذي تنصبه الصين. علينا أن نؤكد للمشاهدين في الشرق الأوسط أن مليون من الويغور وضعوا في معسكرات إبادة من جانب الحكومة الصينية. الصين ليست صديقة. شكرا جزيلا لهذه المشاركة. أعتذر للمقاطعة لأن الوقت قد انتهى لضيفي من ميريلاند دكتور إدوارد جوزيف، وضيفي من لانكستر في بريطانيا دكتور جينغهان سينغ. شكرا لكما.